يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قول الله سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ نعم، معنى الآية أنهم ما عرفوا عظمة الله سبحانه وتعالى، أن هؤلاء ما عرفوا عظمة الله جل وعلا. والأرض جميعا قبضته، هذا يدل على العظمة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، هذا يدل على عظمة الله التي لا تحيط بها العقول والأفهام. ولكونهم لم يقدروا الله حق قدره وصفوه بالنقص والعيوب وعبدوا غير الله، هذا دليل على أنهم ما عرفوا قدر الله وعظمة الله جل وعلا. نعم.